بعض الوصفات لانه دي وصفه فرنسيه شهيره بحطوها على ورقه زبده وبعدين بنقلوها هنا. صعب تطلع ساعات كتير. لقينا اختراع لذيذ، المقصوصه بننزلها بالزيت، هنعملها قلنا على شكل الدوناتس، فبنضغط بنعملها دائريه كده وبنلزقها الطرف الاخير ده ونظبطه كده، وبعدين بننزل جوه الزيت كده، هي لوحدها هتطلع وتبي ريليست. دي اسلم طريقه تحافظ على شكلها تاني.